صباح الخير ديكسن، صباح الخير عليكم. إن شاء الله كاملين تكونوا بصحة جيدة. واليوم حبيت نقدم لكم روتيني الصباحي مع هذه المنتجات الرائعة من شركة ديكسن. وقبل كل شيء بغيت نقول لكم بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون، وحاشا لله بأنه يحطنا ويخلينا وسط هذه الأمراض كاملة اللي كاينة اللي كنسمعوا بها، وسط الأوبئة، وسط هاد المشاكل الصحية كاملة، وما يحطش لينا وفي الجسم ديالنا جهاز اللي غيحارب لينا أي حاجة تقدر تضرنا، حاشا ولله. صراحة ربي حط لنا جهاز مناعي اللي كيحارب لنا أي حاجة تدخل لنا الجسم، وعبارة عن مصنع صغير في كل جسم تاع الإنسان كيحارب لنا أي حاجة تقدر تضرنا أو لا تأذينا أو لا تودي بنا حتى للموت. احنا المشكل ديالنا هو أننا كنتظروا حتى نمرضوا، هذا باش كنمشيو للصيدلية وكناخدو الدواء لكل مرض كيأذينا. وصراحة هذاك الدواء كيكون فعال في واحد الوقت وجيز، لأن أصلا الجهاز المناعي ديالنا مخرب، يعني هو ما كيخدمش مزيان. معظم الخلايا ميتة، عندنا خلايا بيضاء قليلة، كمية الخلايا البيضاء قليلة في الجسم، بزاف المشاكل اللي كنقدروا نتعرضوا ليها، وهادشي مناش كله كيجينا من الأكل غير صحي. بالنسبة لي أنا صراحة كنشاهد بزاف الأطباء العالميين، ومنهم المغاربة، الأطباء المغاربة واللي أنا كنتشرف به الطبيب الفيد، دكتور فيد. صراحة أنا كنتبعه بزاف وكينصح بزاف الناس. هو طبيب وما كيقولش لك أنك تمشي ديريكت مول الدواء، بل كيقول لك الدواء عندك في الجسم ديالك لو أنت يعني دعمتي الجهاز المناعي ديالك، لو انت رجعتي الحياة الطبيعية كيف ما كانوا كيعيشوا الناس القدام. يعني الناس القدام راه ما كانوش اكترية الادوية موجودة، يعني هاد التطور كامل اللي وصلنا ليه، وكيكون كيف ما كيقول المثل المغربي، راه اي حاجة كتفوت الحد ديالها كتنقلب الضد ديالها. يعني علاش حنا ما ندعموش الجهاز المناعي ديالنا ونخليوه يخدم لينا كيف ما خلق الله، ويحارب لينا اي حاجه تقدر تضرنا. ولذلك فانا كنصحكم بهذه المنتجات الطبيعيه اللي ما فيها حتى شي حاجه مصنعه او لا شي حاجه كيماويه، فهي فقط تعزز الجهاز المناعي وكتحارب لينا الاكسده، وكتحارب لينا اي حاجه تقدر تدخل الجسم ديالنا غريبه، لانها كتدعم لنا الجهاز المناعي. هذه ماشي ادويه، هذه بل عباره عن مدعمات، منشطات، او كيف ما كنقولوا مكملات غذائيه اللي غتعزز لنا الجهاز المناعي، واصلا ما غنحتاجوش الادويه من بعد. ملي الجهاز المناعي يخدم لنا راه ما غنحتاجو حتى شي حاجه اللي خارجيه مصنعه من طرف الانسان. الله الخالق هو خلقنا وقادر بينا، ولكن حنا خاصنا نخليو هذا الجسم كيف ما هو كان مخلوق، يعني ماشي ندخلو فيه بزاف الحوايج اللي هما مصنعه من طرف الانسان ونقولو علاش حنا مرض ونمشيو ديك الساعه نتوجهوا للصيدليه وناخذوا الدواء اللي حنا في غنى عنه. كيف ما قلت لكم دابا بان هاد المنتوجات راهم منتوجات طبيعيه واللي غنحتاجوهم في اليوم ديالنا ان شاء الله، وتمدنا بطاقة وحيوية. بالنسبة لهذا المنتج اللي بغيت نبداه معاكم اليوم، هو عبارة عن عصير المورينزي، هو من خلاصة الفاكهة الاستوائية المورينت. هذا العصير خطير جدا، علاش؟ لأنه عنده بزاف الفوائد لمحاربة الأكسدة. ومن كنقولوا محاربة الأكسدة، راه الأكسدة هي العرضة للزهايمر والصداع النصفي وضعف الجهاز المناعي والعصبي، وبزاف الامراض اللي كدير لنا المشكل ديال الاكسده في الجسم. لذا يجب اننا نحاربوا كيف ما قلت لك اي حاجه مصنعه، ونتجهوا للاكل الصحي وندعموه بهذه المنتجات الصحيه. وكيف ما قلت لكم هذا المورينزي راه هو عباره عن عصير، يعني اللي غنشربوه في الصباح. انا كنستعمله مع كوب ماء دافئ، معلقه منه كنشربوه في كل صباح. علاش كنشربوه في الصباح؟ ننصحكم انكم تشربوه في الصباح لانه كيعطي نشاط قوي للجسم.
ودابا غندوزو لهذا المنتج الاكثر من الرائع اللي هو طحالب سبيرولينا اللي اصبح كيتصنف من احسن المكملات الغذائيه لانه كيحتوي على اكثر مصادر الغذاء العضويه اللي كيحتاجها الجسم وليها نسبه عاليه من البروتين ونسبه كذلك قويه من البروتين. صراحه عنده فعاليه كثيره على الجسم، محاربه الاكسده، تجديد الخلايا، وكذلك كيمدك بطاقه اليوم كامل إن شاء الله، وكيحارب معاك جميع المشاكل اللي عندك في الجسم، وكيرفع وكيعزز الجهاز المناعي والعصبي كذلك. بالنسبة لطريقة الأكل، كاينين الناس اللي كيحبوا أنهم يأكلوا هاد سبيرولينا للتخسيس، وكاينين الناس اللي كيحبوا زيادة الوزن كذلك. بالنسبة للتخسيس راه نقدروا ناخدوها قبل الأكل بساعة. علاش؟ لان ملي كناخدوها قبل الاكل بساعه الجسم ديالنا كي بحال كيتغدى كامل، وكتحس بانك ملي كتبغي تاكل كتحس بانك راه بحال مسدوده لك الشهيه، لان الجسم خدا جميع المواد اللي غيحتاجها في اليوم ديالو، وبذلك غتحتاج انك تاكل نسبة قليلة من الأكل. ونقدروا ندعموها بهذا الكوفي السحرية اللي هي قهوة سوداء اللي غدوي لكم عليها من بعد، راه هي حتى هي خطيرة مع هذا المنتج بالنسبة للتخسيس. ونقدروا نزيدوا عليها حتى واحد المكون اللي هو الميكوفيجي. انا ما كنبغيش نعطيكم بزاف المواد في نفس اليوم او في نفس الفيديو، ان شاء الله نتحدث على هذه المواد او هذه المكونات من بعد. وبالنسبه للناس اللي بغاو يديروا زياده في الوزن، راه كي ياكلوا الاكل ديالهم عادي، الوجبه ديالهم عاديه، وكياخذوا هذا المنتج بساعه بعد، يعني بساعه بعد الماكله عاد باش كياخذوا هذا المنتج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في هذا اليوم ان شاء الله، ومن بعد غندير معاكم فيديو كيفاش انا استعملت هذه المنتجات دابا في الحين. الله يعين معاكم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.